حنين بنت قضية كتير قوي قوي قوي، قضايا مئات وآلاف القضايا منها، واحنا كل مرة بنطلعهم في الإعلام وكل مرة بنتكلم وبننادي ونعمل نداءات وما بيحصلش حاجة. عارفة ان الحمل تقيل، وعارفة ان القضايا دي كتير، وعارفة ان ظاهرة الولاد اللي في الشارع دي كبيرة جدا، ظاهرة الخطف اللي بقت اكبر. وهتقولوا الولاد اللي بتتخطف دي بيتعمل بيها ايه؟ بيتعمل بيها زي ما اتعمل لحنين. حنين اتخطفت وهي صغيرة. القصة اللي بتقال ان باباها ومامتها انفصلوا، وبعدين باباها اتجوز شغالة عرفي اللي خطفت بعد كده بنته، وكانت بتزاول او بتدير بيت للدعارة وخدتها عشان تغسل مواعين وتكنس. انا بتكلم عن واحدة هتقولوا مثلا طويلة بقى وكبيرة وكده. تعالوا نشوف حنين قد ايه. اللي باباها ومامتها انفصلوا، وبعدين باباها اتجوز الست اللي شغالة عندهم في البيت عرفي، فشغالة خدت البنت بحجة انها ترعاها. تعالوا نشوف رعايتها ازاي. القضية دي بيوت الدعارة، أطفال الشوارع، الجمعيات الخيرية ودار الأيتام. القضية دي بنقدمها عشان نتكلم عن دار الرعاية وجمعيات الخيرية، عن بيوت الدعارة، وعن أطفال الشوارع المهملين. بنتكلم عن الطفولة اللي لازم نرعاها أكتر من كده بكتير، ولازم يكون هناك رقابة أكبر من كده بكتير. رقابة على الجمعيات الخيرية، على دور الأيتام، على نفسك، انك تطلق مراتك وتجوز الست اللي عندك في البيت عرفي، وتهمل بنتك لدرجة انها تتخطف منك، وظاهرة الخطف اللي انتشرت جدا 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 الأيام دي، اللي لازم برضو نشرع لها قانون صعب جدا. وعلى فكرة كل القضايا دي سهل جدا انها تتحل بان احنا نعمل قوانين فيها عقوبة جامدة جدا. اللي يخطف يتشنق، والله العظيم اللي يخطف يتشنق. اللي يفتح دار رعاية او جمعية خيرية ويلم تبرعات ويسرق يتشنق. اللي يفتح بيت دعارة او يدير بيت دعارة يتشنق. وده الشرع. اللي بيزني بيعمل ايه؟ الشرع بيقول ايه؟ مش الرجم حتى الموت؟ طب اللي بيدير بقى بيت للدعارة يتعاقب بايه؟ احنا بنعاقبه بالبراءة. احنا ما تعرفناش على بعض. انت اول ما شفتيني قلت لي انت ريام سعيد، بس انا ما عرفتش حضرتك مين. انا اسمي حنين. 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 حنين اسمك حلو قوي. كنت بتروحي مدرسه يا حنين ولا لسه ما رحتيش خالص؟ ها عندك كام سنه بقى تعرفي؟ عندي 10. انت كبيره قوي، شكلك مش كبير كده. شاطره بقى. طب قولي لي بقى، بتصحي تعملي ايه هنا؟ بتصحي تعملي ايه هنا؟ مش قاعدة هنا. امال قاعدة فين؟ قاعدة عند ماما دي في بيتها. قاعدة ماما. وبتعملي ايه عند ماما هدية؟ باكل وبشرب. تاكلي وتشربي بس. طيب قولي لي انت، التعوير اللي عندك دي خفت ولا لسه؟ شوية. شوية وجعاكي ولا؟ لا شجعاني شوية، بس هي كانت عمالة تودي الدكتور تروح وتيجي تروح. أنا شديد الدكتور. رحت الدكتور كتير. دلوقتي مش موجوعة قوي يعني. النهارده فيش دكاترة. النهارده فيش دكاترة، الحمد لله من حظي.
طب قولي لي انت رحتي الدكتور ليه بقى؟ مين اللي عمل لك الحاجات دي؟ سناء ودعاء وهشام. سناء ودعاء وهشام، مين دول بقى؟ يعني سناء دي تعرفيها منين؟ معرفهاش. ودعاء تعرفيها؟ طيب دعاء هي صابرين. دعاء هي صابرين. طيب مين دول برضو؟ يعني اتقابلتيهم فين ولا شفتيهم فين؟ شفتهم هما خطفوني. خطفوكي من مين؟ من مين خطفوكي؟ من مين؟ عشان من الشارع. منين؟ من الشارع. من الشارع. انت كنتي في الشارع؟ كنتي في الشارع فين؟ يعني بتعملي ايه؟ انا هما كانوا بيضربوني، سبت البيت ومشيت. باباكي ومامتك كانوا بيضربوكي؟ سبتي البيت ومشيتي؟ نازلين خاطفين، بعدين معذبني وخليني نكنس وخليني نغسل المال. لا طب قولي لي، قبل بقى صابرين ودعاء وهشام ما خطفوكي، انت كنت في الشارع يعني كنت مع ماما وبابا عادي، ولا مع ماما بس ولا مع بابا بس؟ ما عنديش ام. ما عندكيش ام؟ كنت مع بابا؟ ما انت بتقولي كانوا بيضربوني ففتحت الباب وخرجت. انت قبل كده كنت فين؟ قبل ما يخطفوكي كنت فين؟ كنت في الشارع. في الشارع قبل الشارع؟ ما كنتش في حته غير الشارع. ما كنتيش في حته غير الشارع؟ يعني في الشارع كنتي قاعده مع مين ولا بتنامي في؟ مش قاعده مع حد. ما عندكيش بيت؟ ما عندكيش ماما ولا بابا؟ امال انت يعني اتولدتي صغيره كده لقيتي نفسك في الشارع بجد؟ طب كنتي بتاكلي منين؟ تشربي منين وكده؟ كانوا بياكلوني. مين هما؟ يعني انت في الشارع بتقولي انا كنت لوحدي، يعني ما كانش في حد بيخليكي تروحي تشحتي تروحي تعملي؟ لا لا. ما كنتي قاعده في الشارع فين يعني؟ كنت بتنامي فين بالليل؟ كانوا بينيموني على البلاط. مين هما اللي بينيموكي؟ سناء. لا قبل سناء، قبل سناء ما تخطفك كنت فين؟ كنت بتنامي فين؟ ما كنتش في نفس الحتة. كنت بتنامي في الشارع صح؟ في الشارع فين؟ في أي حتة يعني؟ كنت بتجيبي أكل منين؟ ما كنتش باكل، ما كنتش باكل. كنت بتاكلي ولا تشربي؟ أمال إيه؟ طب يوم ما سناء خطفتك منين؟ خطفتني من الشارع. ازاي يعني؟ فتحوا العربيه وخدوكي ولا ايه اللي حصل؟ ولا خدوكي كده ومشيوا ولا ايه؟ لا خدوني كده ومشي. انت بقالك مع سناء دي كتير قوي ولا قليل؟ لا كتير قوي. يبقى انت مش فاكره قبليها صح؟ مش فاكره قبل سناء كنت فين؟ مش فاكره صح. طيب قولي لي بقى، سناء انت تعرفي اكتر واحد فيهم مين؟ سناء ولا دعاء ولا هشام؟ انا عارفه سناء ودعاء وهشام كلهم مع بعض. جوز دعاء هشام، جوز دعاء. ومين بقى سناء دي؟ سناء دي ما اعرفش. كلهم كانوا قاعدين في الشقه اللي انت قاعده فيها؟ وكنت بتغسلي مواعين وتكنسي وبعدين وانت كده بيقولك ايه؟ بيعملوا كده يربطوكي. وبيضربوني. بيضربوكي. طب بس انا شايف حرق هنا. ماما حرقني بالفحم. طول ما هم قاعدين يحرقوا فيا. بيشربوا شيشة وطول ما هم قاعدين يحرقوا فيكي ليه؟ عشان عملتي ايه؟ كل ما جاوبتي اكنس وما حرقني خش. ليه؟ بتعملي حاجة غلط يعني ولا لوحدك؟ لا ما مخليني نكنس كل يعني مخليني نكنس كل شويه تكنس كل شويه يخلي ابقى كنسه مخليني انا ما بعرفش اكنس اصلا. اكيد انا ما بعرفش اكنس اصلا. اكيد انت ما بتعرفيش تكنسي ولا يعني اذا كان انا ما بعرفش انت هتعرفي ازاي وانت اصلا مقاشه طولك صح؟ طيب وبعدين والمواعين دي كنت بتقفي على الحوض كده؟ الحوض اكيد كنت بتقفي على حاجه ولا ايه؟ لا مش واقفه على حاجه. امال ايه؟ تطولي ازاي انت قصيره؟ تطولي ازاي الحوض عشان تعملي مواعين؟ خليني شب. بتشبي ما بتقفيش على حاجه حتى؟ لا. بتعرفي تغسلي المواعين انت؟ بعرفش. ما بتعرفيش؟ انا متاكده برضه.
فكانوا بيحرقوكي بالفحم. طب واللي ورم لك هنا بقى ده ضربوكي بايه؟ دوت دوت كسر. ايوه ما كسروا لك فكك كده، ضربوكي بايه؟ العصاية. مين اللي ضربك بالعصاية؟ سناء. سناء بتعيطي؟ اه. وما كانوش بيجوا يصلحوكي بعد كده يقولوا لك معلش ولا حاجه؟ لا. ما كنتيش بتساليهم طب انتوا ليه بتضربوني؟ لا. ليه؟ طب ما فتحتيش الباب وخرجتي ليه؟ ما قفلي الباب بالمفتاح. قفلي الباب عليكي بالمفتاح. طيب الشقه دي كانت شقه ايه؟ ما اعرفش. مش فاكره. يعني كان في ناس بتيجي كتير؟ رجاله. رجاله وستات؟ لا رجاله بس كتير. كانوا بيخشوا اوضه النوم ولا يقعدوا بره بس؟ اوضه النوم. خشوا اوضه النوم كل يوم؟ اه كل يوم يجي. ويخشوا اوضه النوم مع مين؟ مع سناء ودعاء. طيب ولما بتطلعي لما 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 كان يعني انت كنت بتدخلي تنامي ولا كنت تستني لغايه ما الناس دي تمشي؟ مش خش انا بنام على البلاط. تنامي على البلاط في المطبخ ولا فين؟ المطبخ. طب انت مش فاكره خالص ان كان عندك بابا ولا ماما؟ مش فاكره خالص. ها؟ لا. يعني ما تعرفيش مثلا كده بقالك كام سنه مع سناء ودعاء؟ انا في انت يجي 10 يعني من زمان قوي. انت مش فاكره اي حاجه قبل كده؟ مش فاكره حتى الشارع اللي كنت فيه ده صح؟ طب احكي لي بقى يوم ما البوليس جه، فاكره اليوم ده؟ اه. ايه اللي حصل؟ البوليس جه بالليل ولا الصبح؟ بالليل. وعمل ايه البوليس؟ مسكوه. مسكوه. فرحتي انت؟ فرحتي صح؟ وبعدين وخدوكي البوليس معاهم؟ اه اخدوهم. اه وانت خدوكي انت كمان صح؟ اه بس انا ما عملتش حاجة. انت ما عملتيش حاجة، بالعكس انت مضروبة وكده. طب انت نفسك في ايه بقى؟ على ايه؟ نفسك في ايه؟ يعني نفسك مثلا تروحي مدرسة؟ نفسك اتعلم؟ اه بس تعلمي صح؟ نفسك تشتغلي ايه مثلا؟ شغلي. لما تكبري نفسك تشتغلي ايه؟ على ايه؟ يعني لما تكبري وتروحي المدرسة وتتعلمي وكده، لو عايزة تشتغلي نفسك تشتغلي ايه؟ يعني دكتورة، مهندسة؟ دكتورة. دكتورة دي حاجة حلوة صح؟ طيب طب ايه رأيك تدخلي مدرسة بقى وتبقي دكتورة كبيرة وكده؟ تذاكري ولا هتكسلي؟ اه هلك. تذاكري؟ طيب انت زعلانة انك هنا ولا مبسوطة؟ ايه؟ هنا مبسوطة ولا زعلانة؟ لا مبسوطة. بجد؟ ما بتغسليش بقى ولا تكنسي ولا كده؟ طب امال بتصحي تعملي ايه؟ بس اغسل وشي، اغير، اروح الدكتور بس. يعني انتي مرتاحة هنا الحمد لله. ان شاء الله بإذن الله نشوفك بقى في المدرسة، وهسأل اذا كنت شاطرة ولا لأ عشان تكبري وتبقي دكتورة تعالجي الناس صح؟ بتحبي مصر ولا ما بتحبيهاش؟ ايه؟ مصر. اه تحبيها؟ انا شايفة الناس هنا قاعدة تغني اغاني لمصر وكده. بشكر. سؤال، انت بعد تحكي عليا وتقولي لي انا بغسل واغسل مواعين وبتاع، عرفتي منين ان اسمي ريهام سعيد؟ انا اتفرجت عليك في التلفزيون. فين؟ فين؟ مش قلتي لي كنت بغسل وبكنس وبتاع؟ اتفرجت دعاء وسناء كانوا بيتفرجوا عليا؟ اه. مش هقدر اشتم في دعاء وسناء دلوقتي، كانوا بيشتغلوا، كانوا بيفتحوا التلفزيون يتفرجوا عليا؟ وبعدين يجي لهم الناس ومفيش فايده؟ مفيش حد بيتعظ خالص؟ حلقات الاداب ما عملتش حاجه، شفتوا؟
ما احنا لما عملنا حلقة عن الأداب وعملنا حلقة قلنا في بيوت دعارة وقلنا ان لازم تبقى العقوبة جامدة، طلعتوا الناس أبرياء واحنا اللي اتشتمنا. فدعاء وثناء طبيعي جدا انهم يقعدوا يتفرجوا على صبايا الخير، وبعدين عادي جدا. ريام سعيد، انت عارفة ريام سعيد ودعاء وثناء بيتفرجوا على البرنامج. بيتفرجوا عليك. بيتفرجوا عليا؟ مبسوطة قوي. ده انا مبسوطة بطريقة.